أيام طبية جراحية استفادت منها المؤسسة العمومية الاستشفائية برج بنعمة بالتنسيق مع الجمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية في عملية التوأمة الخاصة بالشفا الأرنبية لدى الأطفال. هي مبادرة الأولى من نوعها، وإحنا في مجال عملية التوأمة قمنا بعدة مبادرات، ولكن هذه كانت الأولى بهدف تخفيف الغبن عن المواطنين. هناك إقبال واستحسان كبير لهذه النوع من هذه العمليات، وأكيد يعني من البلديات المجاورة ومن القرى المجاورة، خاصة حتى من الولايات المجاورة. هذه توصيات رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية بصفة عامة. هذه الفكرة جسدت حقا علاقة أطبائنا بزملائهم في الخارج لخدمة المرضى. المبادرة يعني جاءت بفضل دكتور درنان والدكتور فرح، كانوا ساعدونا في مستشفى أحمد والدغري بسعيدة، وثم وين بدينا باش يعني تكلمنا باش نديروا مبادرة في مستشفى برج بنعمة. حتى الآن راه كاين 20 حالة يعني بالنسبة للشفا الأرنبية اللي راه مسجلة عند الأطباء، ولكن كاين حالات أخرى بالنسبة لجراحة المسالك البولية. هذه الأطقم الطبية طالعة بمهامها تسعى جاهدة لإنجاح هذه العملية. العملية لاقت استحسانا كثيرا منا نحن الأطباء الجراحين لما فيه من فائدة، لنقل خبرة الأستاذة لاشمي اللي نشكرها على رأس المجموعة، وأيضا من طرف الأطباء اللي كانوا يعانوا بزاف عموما على مستوى الجزائر. الحمد لله، اليوم انطلاق عملية التوأمة وهي مستمرة إلى غاية نهاية الأسبوع يوم الجمعة. هذه المرة كأول مبادرة اكتفينا على اختصاص الشفا الأرنبية. هذه البادرة الأولى من نوعها، مسعى من مساعي الدولة الجزائرية الرامية إلى رفع الغبن عن المواطن والتكفل به. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.